أخبار اليوم. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج مطبخ نيفين مع بوابة أخبار اليوم. أهلا بيكم، أنا الشيف نيفين عباس. النهاردة استكمال لسلسلة وصفات شم النسيم، هنعمل سلطة التونة. وسلطة التونة من الحاجات اللي بتبقى حاضرة بقوة على السفرة في شم النسيم، لأن هي بتبقى كلها عناصر غذائية مفيدة ليكي، وكمان في ناس بتستعملها في الدايت، لان انت عارفه ان التونه بتدخل في الرجيم وكده، يعني سعراتها قليله وبتاع. هنيجي للمقادير بتاعت السلطه. عندنا هنا حبايه طماطم وسط متقطعه وشايلين القلب بتاعها، عندنا علبه تونه، كوبايه ذره حلو، وده ممكن تحطيه ممكن ما تحطيهوش براحتك. عندنا فلفل الوان اخضر واصفر واحمر متقطعين. عندنا هنا الفلفل الاخضر حامي، وده اختياري، لو انتي بتحبي الحامي حطيه، ما بتحبهوش شيليه. عندنا زيتون متقطع، وعندنا بصل اخضر متقطع. كل الحاجات دي انتي تقدري تتحكمي فيها، ممكن تشيليها وممكن تخليها، دي حاجه اختياريه وراجع عليكي انتي. عندنا هنا خس برضو. هنيجي بقى للطريقه. اول حاجه هنا عايزين نقطع الخس كده، نقسمه الاول الطبق اللي احنا هنحط فيه الاول، نقلب فيه كل حاجه اول كده مع بعض. نقطع الخس. في ناس بتحط مشروم، في ناس ما بتحطش، وفي ناس بتحط عليها مايونيز، بس دي انا يعني انا ما بعملهاش كده. هي حاجه ترجع لاختيارك انت، ممكن تشيلي حاجات تحطي حاجات اللي انت عايزاه. هنا كده بالشكل ده. هنجيب بقى الطماطم، طافق الخس، فلفل الالوان، ثلاث الوان اللي عندنا. سلطه التونه من الحاجات اللي هي تعتبر يعني مبهجه، لان بيبقى فيها الوان جميله قوي مناسبه للربيع. هنحط البصل والزيتون والفلفل، وزي ما قلت لك الفلفل الحامي براحتك. هنحط الذره، نقلب بس كده تقليبه الاول كل ده كده مع بعض بالشكل ده. سلطه التونه من الحاجات اللي لما تعمليها تتقدم على طول، يعني ما ينفعش ان انت تبيتيها في التلاجة كتير. وكده هنحط بقى التونه بالشكل ده. هنحط شوية صغيرة بس خل، الشكل ده كده. هنجيب بس منديل ننضف الحواف بتاعت الطبق. في ناس بتجيب الطبق بيكون طبق واسع شوية، وتحط فيه اوراق الخس وتحط التونة عليه، دي يعني فكرة من افكار التقديم اللي هي بتبقى هي دي الشائعة يعني. وده الطبق بتاعنا النهاردة، وإن شاء الله أشوفكم في الحلقات القادمة. إلى اللقاء. ودي كانت حلقتنا للنهاردة، إن شاء الله أشوفكم في الحلقات الجاية مع مطبخ الشيف نيفين وبوابة أخبار اليوم. إلى اللقاء.